صبحي بعد طبعا عرض نادي هدرسفيلد لرمضان للبيع، لكن حتى الان النادي الاهلي ما زال متمسك برمضان، متمسك بوجوده مره اخرى في النادي الاهلي واستمراره معاه، فبالتالي العروض اللي ممكن تكون جايه له من خلال انديه اوروبيه من خلال دول مختلفه، هو النادي الاهلي بيقنع رمضان في فكره التواجد ده افضل له، لان العروض اللي جايه من خلال دول تانية او انديه تانية موجوده في البرتغال، موجوده في تركيا، موجوده في انديه في بلاد مختلفه، والرؤيه لرمضان كمان ان هو البقاء في النادي الاهلي افضل من التواجد في الانديه الاوروبيه المختلفه للبلاد دي سواء البرتغال او تركيا. الوجود طبعا في الدوري الانجليزي ده هو شيء مبتغى اي لعيب، فلو رمضان هيكمل في الدوري الانجليزي في البريمير ليج اعتقد ده شيء مميز بالنسبه لرمضان، لكن لو حاجه تانية غير الدوري الانجليزي اعتقد ان رمضان هيتمسك بالنادي الاهلي ومتمسك بالنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، خصوصا ان كمان هيدرسفيلد عارض رمضان للبيع لان رمضان فاضل له سنه، وبالتالي لما باعش رمضان في الوقت ده هيخسر كتير في جزء البيع بتاعه او البورصه بتاعت رمضان في سوق اللاعبين. طيب اتحاد الكره السعودي زي ما كنا بنتكلم مع الكابتن بيخطر الانديه السعوديه بعدم التعاقد مع وليد ازارو بسبب موقفه طبعا وعدم الموافقه على وجوده داخل فريق الاتفاق لنهايه الموسم او تمديد الموسم، زي ما احنا كنا بنتكلم ان الاتحاد الدولي كان اتاح للانديه واتاح للاعبين ان هم يبقوا متواجدين لنهايه الموسم بسبب طبعا التمديد اللي حصل للموسم بالنسبه للبلاد والدوريات اللي في العالم كله، ولكن طبعا وليد ازارو رفض انه يبقى متواجد لنهايه الموسم مع فريق الاتفاق. طيب محاولات في الاهلي لحل ازمه رحيل جيرالدو، طبعا جيرالدو واحد من اللاعبين اللي ممكن مرشحين ان هم يبقوش موجودين في قائمه النادي الاهلي الاجانب في الفتره القادمه، وكذا عرض موجود لجيرالدو سواء في الدوريات العربيه في شمال افريقيا او في الخليج، لكن اللاعب مش عايز يلعب غير في الدوري البرازيلي، هو كان لاعب في الدوري البرازيلي قبل كده لكن هو رافض فكره التواجد او البيع لانديه موجوده او انديه عربيه اخرى، فبالتالي ده مشكله في النادي الاهلي في عدم الموافقه لهذا اللاعب على الرحيل لانديه عربيه. هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل مع هذا اللاعب، خصوصا النادي الاهلي لازم مكان يفضى من الاجانب عشان الا يجيب وليد ازارو او يجيب لاعب قوي في هذا المركز سواء افريقي او حتى اجنبي، فبالتالي جزئيه مهمه جدا. طبعا هو افريقي واجنبي واحد، لكن طبعا هنتكلم على فكره الافارقه او لعيب مثلا برازيلي او اي لعيب من جنسيه اخرى. الاهلي بيواجه الجونه يوم 28 وديا، ده ماتش برضو من ضمن استعدادات النادي الاهلي في المرحله القادمه، واكيد يعني شايفين النادي الاهلي برضو متالق بيكتسح ايضا سموحه بعدد وافر من الاهداف، والنهارده زي ما احنا كنا عارفين ان في مسحه كانت موجوده للاعيبه النادي الاهلي قاموا بيها، وبالتالي حمدي فتحي ايضا من اللعيبه اللي كان اصيب بكورونا بيقوم بالمسحه عشان يتاكدوا بشكل واقعي اكتر عن هذه المسحه سواء سلبيه او ايجابيه. طيب طلع سلبيه، طب الحمد لله، الحمد لله دي حاجه طبعا تبشر بخير بالنسبه لحمدي فتحي واحد من اللعيبه المميزين في خط وسط النادي الاهلي. مستر فايلر بعد تألق طبعا الكهروب او كهربا زي ما بيقولوا الجماهير النادي الاهلي عليه وبيدلعوه، يعني بيطلب من اداره النادي الاهلي فكره استئناف الحكم اللي صادر على كهربا، فكره تخفيف الحكم. طبعا احنا كنا شايفين ان الحكم كان وصل ل نهايه الموسم، وقف نهايه الموسم ثم اتخفف. مستر فايلر بيقول ان فتره كورونا دي ممكن كمان تخفف اكتر على العقوبه الموقعه على كهربا، فبالتالي اتكلم مع اداره النادي في فكره ان هم يقدموا تظلم مره اخرى لهذه الجزئيه، وكان طبعا المستشار عادل الشرباجي رئيس لجنه التظلمات كشف ان النادي الاهلي يحق له التقدم بطلب جديد لتخفيف عقوبه كهربا لكن بشرط تقديم ادله جديده، ده طبعا بخصوص كهربا. ايضا البريمو بيكشف كواليس جلسه مستر فايلر مع صالح جمعه قبل وديه سموحه، طبعا الناس فوجئت ان صالح جمعه ما اشتركش في المباراة السابقة، ناس اتكلمت قال خلاص يمكن الراجل كان بس بيستمع لنصيحة البعض في الجهاز الفني وأيضا الإدارة فكرة يدي فرصة مرة أخرى لصالح جمعة، لكن واضح إن كان في جلسة كانت موجودة إن صالح لسه مش في الفورمة فهيستنى أكتر ويتمرن أكتر ويشتغل أكتر عشان الراجل يديله فرصة من خلال المباريات الودية ثم بعد كده المباريات الرسمية، وده الكلام اللي حصل في هذه الجلسة من خلال
تواجد مستر فايلر مع صالح جمعة، ان لسه الفورمه بتاعته ما وصلتش للمطلوب بالنسبه للتواجد في المباراه الوديه، فبالتالي محتاج مجهود اكتر، وده اللي اتكلم عليه مستر فايلر مع صالح جمعة. طبعا كل الاهلاويه على فكره يعني بيتمنوا ان صالح يرجع لفورمته ويركز بشكل كبير في كره القدم، لان وجوده في الفريق هو مفيد كلاعب، ليه مواصفات خاصه، ليه شكل مختلف في كره القدم بيفيد الشكل الجماعي، وحتى الشكل الفردي هو برضو مفيد بشكل كبير كلاعب عنده مهارات وعنده القدرة على المراوغة، وان هو يقدر يهدف كمان وجوده داخل ال 18. ده بالنسبة لهذه الجلسة، اعتقد ان ده توضيح للامور لصالح جمعة ما لعبش في المباراة السابقة. ايضا مستر فايلر بيرفض عودة صلاح محسن وناصر ماهر، الاثنين طبعا لاعبين النادي الاهلي والمعارين لنادي سموحة، ويمكن فكرة مين يرجع مين ما يرجعش مستر فايلر هو اللي بيتحكم في هذه الجزئيه. عدم عودتهم اعتقد ده فكر موجود، يمكن اتكلم على عوده لاعبين اخرى مستر فايلر، منهم محمد شريف واكرم توفيق، الاثنين لعيبه هو شايف ان هم هيبقوا مفيدين في ظل وجود المجموعه المتواجده في التوقيت الحالي. ايضا كان النهارده كان في جلسه ما بين فايلر ولاعبي النادي الاهلي قبل المباراه، طبعا اتكلم على ابرز الايجابيات والسلبيات في المباراه الوديه الاخيره امام سموحه، وده يمكن طبعا مهم جدا ان دايما المدير الفني يطلع كل اللاعبين وكل اللي اشتركوا في المباراه بالسلبيات اللي كانت متواجده في المباراه الوديه او المباراه الاخيره او حتى التمرين، ان في بعض اللاعبين طبعا بيحصل اخطاء في الملعب وده شيء وارد، ان انا لازم اقول لك ايه الصح في كل تمرين او قبل التمرين يبقى في اجتماع نقدر نقول ونتكلم فيه هذه الجزئيه، وده شيء اعتقد مميز جدا. الزمالك